اتحاد الكرة كمان في الحقيقة بيقر ان المباريات هتتلعب بدون جمهور. هو اقرار ولا تأكيد؟ تأكيد على كان موجود عندنا ملاعب عندنا فارغة من دون جماهير، ولكن وبين قوسين لو كان البيان ده خاص بمباراة المنتخب الوطني القادمة اللي هتقام يوم 26 ده وارد جدا ان انا اتفهم ده، لكن لو الحديث عن تحديدا دوري العام المصري احنا حتى هذه اللحظة ما ينفعش انفي شيء وهو اصلا مش موجود، اللي هو الجماهير مش موجودة في المدرجات. فيعني البيان لحد كبير البطوله المحليه كده كده احنا واخدين منتقدات احنا واخدين احتياطاتنا من بدري، لكن يعني اكيد برضو تجمعات المنتخب الناس بتبقى تتحلى مستنيه فارغ الصبر تحضر. ما قالش ده يعني، هو لو كان قال المنتخب ما كانش يعني شاف او نال شويه من النقد اللي اكيد كان الامور هتوضح او هيتم تحديدها بشكل اكبر. المنتخب انت عارف بنبقى متشوقين جدا ان احنا نحضر مباريات للمنتخب ونقازر منتخبنا الوطني وندعمه بشكل كبير، ولكن لما الامور توصل لصحه المواطن لازم ناخد بالنا ونحافظ على صحة المواطن، لأن عمر الوطن ده ما هينهض غير بالمواطن المصري، ودايما بنأكد عليها.